اتفق عقلاء البشر قبل تشكل الدساتير والنصوص التشريعية في العالم على إسناد التخصصات لأهلها، وعلى أن احترام التخصص أمر بديهي وواجب، فلا يقبل من غير المتخصص في عمل ما أن يتصدر لتقرير أو إفتاء أو تأليف أو توجيه في غير عمله، لما في ذلك من الجناية على العلم وضياع الآخرين. وثقافتنا الشعبية تقر بديهية الموضوع واستقراره في الوعي البشري، وبالنظر للإجراءات المعمول بها في مملكة البحرين فإن ذلك متحقق في أرض الواقع، ويجري عند استصدار تصريح العمل للمهن التخصصية طبقاً لأحكام القرار 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل وتعديلاته، فضلاً عن تنظيم المهن الصحية والهندسية والمصرفية وغيرها. وإننا لا نمانعون الأخذ بالمقترح طالما هدف إلى تعزيز المزيد من احترام التخصصات والشهادات العلمية، شريطة توفير المرونة اللازمة وعدم تكبيد صاحب العمل المزيد من الوقت والمال لتسيير أعماله والإضرار به وبالاقتصاد الوطني، فالأولوية اليوم اقتصادنا الوطني. شكراً معالي الرئيسة.